ومطبخ تدابير ام ميساء. ان شاء الله لي فيديو تاعي يلقاكم خواتي كاع بخير وعلى خير. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم كنت باغي ندير هنايا طاجين برقوق بالتفاح، قلت نشارك الوصفه مع الاخوات. هذا بخاس تقول هذا الطاجين بمقادير مضبوطه، بغيت نشاركها معكم، يجي روعه ويجي بريزونطابل وساهل. سورتو هنا هذو الوصفات نبغي نفيد بهم الاخوات المبتدئات باش يتسهل لهم الحياه تاعهم ان شاء الله. هنا ياش نديرو، عندي المقادير، هنا عندي البرقوق وكاين اللي يقول له العينه، هنايا ها هو يليق نخيرو نوعيه جيده. انا عندي بغيت ندير غير حاجه، قلت لكم غير حاجه قليله وتخرجوا منها وصفه، ماشي شرط تكون عندنا كونتيتي كبيره. هنا عندي زبيب، كاين البنات هنايا ولا يقولوا له العنب المجفف، كاين زبيب اللي يكون كبير على هذا، انا هذا برك اللي راه متواجد معايا كيما هكا، هذا راني غادي نديره. وهنا ما راش عندي المشماش، اللي يكون عنده المشماش فاني خلطه هنا مع الزبيب، ندير المشماش مع الزبيب، مي البرقوق نديروه وحده، دوك نقول لكم علاش. وهنا عندي التفاح، راني مقشرته كاع، قلعت له القشره تاعه، وراني مخليت له راني محتفظه خاطر هذا هو الديكور تاعه بهذا العود، ويكونوا الحبات موايا. اخواتي انا هذه الوصفه غادي نديرها لكم ديكور سامبل، ان شاء الله يا ربي راهم جايين وصفات وحده اخرين، وندير لكم طاجين بالتفاح بصح يكون معمر بالعقده. هذه المره نديرها لكم سامبل، والمره الجايه ان شاء الله ننوعوا في الوصفات تاعنا ونحكوه باللي مليح مليح باش ما يكحلش. انا قبيله نقيته وحكيته مليح باللي، شوفوا راه قاعد كيما هو. هنايا عندي القرفه، عندي نجمه الارض كيما يقولوا، وعندي الكبابه. اول حاجه غادي نديرها اللي هي عندي الماء هنا راه يغلي، راح تشوفوا البنات هاي لافابور تخرج منه، النفخ هنايا النفخ البرقوق وحده ما نفورهش، النفخه كيما هاك ونخليه ينتفخ. هنا علاش النفخ البرقوق؟ لخاطرش نعرفوا لو كان نديروا البرقوق ديريكتومون ولا يطلق لنا ذاك الكحال وتجينا لاصوص كحله، اما لهذا السر هو نفخوه دوك يطلق الكحوليه في الماء هذا المنتفخ هذا الحامي من ينتفخ، ومن نديروه في المرقه تاعنا لاصوص هذيك السيرو اللي باغي نطيبه يقعد السيرو كيما هو، كيما نديروه كيما يقعد. وهنايا البنات قلت لكم لي عندها المشماش يحطها مع زبيب ما يحطهاش هنا مع البرقوق باش ما يطلقش عليه ديك الكحوليه، وفاني زبيب نديرو له نفس العمل كيما هاك. انا هنايا نخليهم ينتفخوا وباش هنايا يطروا معانا باش ما يشدولناش الوقت ثاني في الطياب، ونروحوا نحضروا السيرو اللي غادي نطيبوا فيه. نولوا المقادير تاع السيرو، هنايا ادي الطنجره شغلتي، حطيت هنا القرفه، انا هنايا درت بريسك عود غير راني قاسمته خاطرش لا كونتيتي تاع البرقوق ولا اللي عندي شويه قليله. درت هنا نجمه الارض، كبابه، درت نص مغرف تاع دهان. والمقادير هنا غادي ندير كاس تاع سكر، كاس ونص، كاس ونص سكر، نديرهم هنا اخواتي بزوج كيسان تاع ماء، كاس ونص سكر بزوج كيسان تاع ماء هكا، على قلت لكم بريسك بمقادير مضبوطه. ندير الكاس الزاوج ونديرهم وندير رشه، رشه البنات غير رشه تاع زعفران، رشه خاطر الزعفران نعرفوا بلي يعطينا ان كولور، مي انا نحوس ديك لا كولور اللي تجي دوغي خفيفه، الوغ ندير غير رشه تاع زعفران، واللي ما يبغيش يديره يكتفي بهذا السيرو. انا درت كاس، غادي دوك نزيد نكب الزاوج ونديرهم فوق النار يغلو، يغلو نخليهم يغلو حسبة 10 دقائق، كي يغلو 10 دقائق ويذوب ذاك السكر نزيد ذاك الزبيب والبرقوق تاعي، نحطو كي نقولو حنا نحطو الزبيب هو الاول والمشماش الا كان عندكم، نحركوهم شويه ومن بعد نحطو البرقوق. الوغ كي نحطو البرقوق ثاني البنات باش ما يترغدنش ويقعد محافظ على الشكل تاعه ما نقعدوش نحركو فيه، صاي كيما نحطوه يغلي نخلوه سي بون حتى يطيب معانا، ونولو نديرو ديك الرشه تاع لافاني ومغرف تاع الماء زهر. اما بالنسبه للتفاح فاني ما غاديش نطيبه معاه، غادي نديره سيرو وحده، سيرو تاعه نفس المقادير، انا غادي ندير هنايا الماء تاعي السيرو تاعي يغلي ونعاود نرجع معاكم ان شاء الله باش تفهموا اكثر.
هنا البنات بغيت نوريكم بعد ما نتفخ البرقوق تاعي، شوفوا الماء لا كولور تاع الماء تاعه كي تبدلت، هذاك الكحل هو اللي طلقه لنا في هذا الماء. و سي بون هنايا زبيب ها هو صايي ثاني هو طرا ونتفخ، وراني دايره هذاك لو سيغو راه في 10 دقائق يطيب، ضروري كاني غادي نرميهم و او ميم طون نرمي التفاح. سي بون هاني درت المواد الجافه تاعي هنايا، شوفوا راهي تغلي، قلت لكم ما تحركوا ما والو، تخلوه كي من هاك وتخلوه حتى السادير السيرو تاعكم يعقد، ونوريكم عفوا واحد اللمسات اللي انايا نزيدهم في الاخير. وها هو الطاجين تاعي تاع التفاح هنايا، يليق نديروه في حاجه تكون غامقه، يليق هذيك الحاجه تكون غامقه باش حبه تاع التفاح كاع هنا نعرفوا بلي التفاح يطيب بالخف. على هذيك درت له هذاك السيرو، وهذا السيرو من يعقدو كاع قادر نحتفظ به هكا نسير به معاه كديسير، ولا نعاود نخلطه هنا مع البرقوق تاعي. انا غادي كي يطيبوا لي كاع نعاود نوريكم هذيك اللمسه اللي نزيدها انا في الاخير ان شاء الله. شوفوا هنا البنات الطبق تاعي سي بون صايي، انا بريسك وجد معايا، ما كانش 10 دقائق ولا ما كانش ربع ساعه، صافي 10 مينوت وجد معايا. هنا البنات غادي نعطيكم واحد الملاحظه، اللي ما يبغيش الحلاوه بالزياده يدير كاس سكر وزوج كيسان تاع ماء. انا هنايا ها هي اللمسه الاخيره، غادي ندير شويه تاع لافاني، ما نكثروش بزاف البنات، لافاني تعطينا شويه تاع مروريه، وندير قد مغرف تاع ماء زهر. نفس العمليه نديرها ثاني في التفاح، راه البنات راهي طيبه معايا كيما هاكا، راني درت ماء زهر وداك نزيد، وهنايا نخليه يغلي غليه ونطفي عليه. ونعطيكم ملاحظه واحده اخرى باش يغلي معاكم بالخف ويعقد، يليق نديروه في النار تكون شويه قاويه، ما نديروهش على نار هاديه، نار هاديه يشد معنا الوقت. انا هنا صايي ها هو غادي نطفي هنايا على الطاجين تاعي، ما التفاح غادي نزيد له ديك اللمسه تاع اللافاني، راني درت الماء زهر، ونتلاقوا ان شاء الله في صحن التزيين كاع في الدغيساج تاع لو بلا تاعنا. سي بون البنات الطبق تاعنا راه واجد تاع نهار اليوم، طاجين البرقوق هنايا راه سريع في التحضير وسهل بمقادير مضبوطه. هنايا شوفوا البنات درت له هذا التزيين يجي رائع، مام هنا كيما قلت لكم تشوفوا هنا البنات، شوفوا لاصوص تاعه ما جات لا كحله لا والو، خاطر كاين بزاف اللي عانوا من المرق تاع البرقوق يجيهم مكحل بزاف. وهنا فاني قادر هذا التفاح تبريزونتوه كيما هكا هنايا كديسير، ولا يجي رائع بمقادير مضبوطه. وقلت لكم اللي ما يبغيش الحلاوه بزاف هذه قلتها لكم اليوم كملاحظه، يدير كاس تاع سكر في زوج كيسان ما، ما يديرش كاس ونص، انا نبغي شويه حلو على هذيك درت كاس ونص، مي اللي ما يبغيش حلو يدير كاس يكتفي، يجيه بمقادير مضبوطه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله تكون تجربوها تنجحوا فيها. الى فيديو لاحق ان شاء الله، سلام اخواتي.